السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي القناة قناة عالم النحل الأبي. درسنا اليوم هو 33، وموضوعنا وهو يخص موضوع المبتدئين في تربية النحل بعنوان شروط إنشاء مشروع تربية النحل. تربية النحل من المشاريع المصغرة المربحة، ويمكن الاعتماد عليها كمدخول أول، هذا طبعا في حالة الإكثار من خلايا النحل، ومن خلال هذه الخلايا يمكن للنحال والبقية أو عامة الناس الاستفادة من منتجات النحل في البيع التجاري بالنسبة للنحال، وكذلك للشفاء وعلاج الأمراض، وكذلك استخدام هذه المنتجات في بعض المستحضرات الطبية، نذكر منها مثلا أدوية أمراض الجلد وكذلك أمراض المعدة إلى غيرها من أمراض سواء الإنسان أو لكل المخلوقات أو كل الكائنات. ونذكر من هذه المنتجات العسل، حبوب اللقاح، العكبر أو صمغ النحل، بروبوليس، شمع النحل، الغذاء الملكي، وكذلك سم النحل، وهو يعتبر أغلى منتج للنحل. وتعتمد تربية النحل أساسا على خبرة النحال والمرعى الجيد أو حتى المرعى المتوسط، كذلك سلالة الملكة لها دور كبير في نجاح تربية النحل. يمكن لأي شخص أن يربي النحل، وقبل هذا يجب عليه عمل تربص في المعاهد أو في إحدى مراكز التكوين المهني، وإن تعذر عليه الأمر ولم يجد المعهد، يمكن له أو يمكن للمبتدئ تعلم من خلال تصفح المواقع وكذلك متابعة القنوات المختصة في تربية النحل على اليوتيوب، فهي تنشر العديد من الدروس والمواضيع النظرية وكذلك حتى التطبيقية المصورة في المناحل. ثم البداية بعد ذلك بتربية خليتين من النحل على الأقل، ويباشر هذا النحال المبتدئ العمل التطبيقي على هذه الخلايا. كذلك يمكن تربية النحل فوق سطوح المنازل أو في الفناء أو البهو، لكن يتطلب هذا اختيار سلالات هادئة من النحل وعدم الإكثار من عدد الخلايا فوق السطوح أو قرب المنازل. الآن ننتقل إلى بعض الأدوات المستعملة في تربية النحل. من بين الأدوات الضرورية قبل البداية في تربية النحل نجد أولا والأهم لباس النحال والقفازات والبوت، فهي تحمي النحال من لسعات النحل، وعادة تكون بلون أبيض لأن النحل يحب هذا اللون، وكذلك هذا اللون يعكس أشعة الشمس خاصة في الأيام المشمسة في الصيف، والنحال عمله لا يتوقف على وقت معين وإنما يمكن أن يعمل في أي وقت من النهار خاصة بعد منتصف النهار. ثانيا المدخنة أو الرابوس كما نقول نحن في الجزائر، تستخدم في التدخين على النحل كي يهدأ ويفحص النحال براحة، وهي جد ضرورية، كما أن الدخان يهدئ النحل ويفسد لغة التواصل بين النحل الحارس ونحل الخالية، أي أن النحل الحارس لما يشعر باقتراب عدو ما ينذر أو يعطي إشارة للنحل الموجود في الخالية، وبالتالي يستعد ويهاجم هذا العدو. وبعد التدخين بدقائق، أي بعد التدخين على الخلايا، يستهلك النحل كميات من العسل، وبعدها لا يستطيع استخراج آلة اللسع بسبب الكميات الكبيرة التي استهلكها من العسل. وعند قيام النحال بالتدخين في الباب أو فوق الخلية، يتخيل يدلي النحل بأن هناك حريق داخل الخلية، لذلك فهو يستعد للهروب من خليته. ثالثا أداة العتلة، وهي أداة حادة مصنوعة من الحديد، تستعمل في إزاحة الإطارات أو التفريق بين الإطارات عن بعضها البعض،
وكذلك ينظف بها النحال الصناديق والإطارات أو الأقراص من الشمع أو من العكبر. رابعا حامل الإطارات وهو يشبه العتلة، وكذلك هو مصنوع من الحديد، يستعمل لحمل الإطارات أثناء الفحص، فهو يسهل عملية رفع الإطارات بالنسبة للنحال أحسن من أن يستعمل اليدين في رفع هذه الإطارات. خامسا الفرشاة، تستعمل في إبعاد النحل على الإطارات أو الأقراص، وهي عادة تستخدم عند وقت جني العسل أي في موسم الفيض. وأخيرا كانت هذه تقريبا بعض الأدوات اللازمة وهي جد ضرورية لبداية إنشاء مشروع تربية نحل بالنسبة للمبتدئين. بعد ما يكون عند المبتدئ في تربية النحل هذه الأدوات، يمكنه البداية في تربية النحل والقيام أو بداية مشروعه، ولكن هناك الكثير من الأدوات أو الأشياء الأخرى التي يحتاجها النحال فيما بعد، وحتى الإطارات والصناديق وكذلك العسيلات أي الطوابق التي توضع فوق صندوق التربية أو صندوق النحل. المهم في بداية المشروع يجب على النحال أن يشتري هذه الأدوات ويبدأ العمل، و إن شاء الله موفقين في هذا العالم أي عالم تربية النحل. إلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله ودرس آخر.